نعم. يقول سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. اشرح هذه الآية شرحا موجز. يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل كان الإنسان أكثر شيء جدلا. قوله ولقد صرفنا ولقد بينا ووضعنا في القرآن من كل مثل أي مما يتمثل به الإنسان ومما يخوفه من الذنوب، لكن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي خاصم الإنسان ما قال له ربه ولم يتبع ما أمره سبحانه وتعالى لأجله أن يكون أكثر شيء من مخلوقات الله جدلا وخصوما. لا بأس، شكرا. نعم، رقم كم؟ 13. نعم، كم من الساتو؟ ألو، دينو. نعم. إتبوزو تيغامانتي، صف لنا الحالة التي وجد فيها الخضر عندما لقيه موسى وكيف تصرف معه عند لقائه، يعني الأقوال التي ابتدأ به موسى عندما لقي الخضر. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام وجد رجلا في ثيوب البيضاء وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا قال له إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لأن شريعة خضر كان يختلف شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فاستجاب موسى عليه الصلاة والسلام وقال ستجدني إن شاء الله صابرا عما أنكر من شريعتك ولا أحب. هذا يكفي شيخنا، بارك الله فيك. الأول فليرجع. بين البحرين هناك عين مسموم. نعم. قال سبحانه فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. هذا وقع بين بحرين، وهذان بحرين هناك عين ما اسمها؟ عين الحياة. صدقت. الثاني فليرجع. أنا
هذا هذا صومي بس تصور اسم الرجل الذي زعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل مع ذكر من ذكر القول التي ستعطينا في كتابه. يعني لا بد أن تستدل يعني من الذي ورد تلك القول التي ستعطينا أن موسى عليه الصلاة والسلام. نعم فيه الرجل الذي زعم أن موسى ليس موسى المعروف عندنا بل موسى آخر، ما اسم هذا الرجل الذي زعم ذلك؟ وفي أي كتاب ذكرت؟ نعم هذه الخوف الكلمة لا أدري. بارك الله فيكم. نوفل بكاري ما شاء الله ما شاء الله صحيح. نعم وما اسم الكتاب؟ وفي ماركة يوكبي وما اسم الكتاب؟ نعم الذي ذكر ذلك في أي كتاب ذكر؟ وشاربه صحيح البخاري. بارك الله فيك إن شاء الله. وفي مكسر بي نعم شيخ أريستدي بشريتي يلا رقم الأول أين نزلت سورة الكهف؟ أوكي في السورة التحسف والندامة من الكفار يوم القيامة على ما قدموا لأنفسهم في السورة سورة الكهف التحسر والندامة من الكفار يوم القيامة على ما قدموا لأنفسهم. هاتي الآية الدالة على هذا. قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقون مما فيه مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شكرا. نعم منانا
السؤال يقول هل كان موسى أعلم من الخضر؟ واذكر العلم الذي قد أعطي. واذكر العلم الذي أعطي خضر. الجواب: لم يكن موسى عالما من خضر، أعلم من خضر، لأنهما علمهما كان يختلف من علم الآخر، وعلم خضر كان علم من الله، وكان علم مثلا الذي سيأتي أو علم الغيب. لم يكن موسى أعلم من خضر، لأن كل واحد منهما كان له علم ولا يعلمه الآخر، وعلم الخضر كان علم من الله، وهي علم الغيب لا يعرفه أحد من الناس. نعم. السؤال الأول: هل كان موسى أعلم من الخضر؟ نعم. موسى كان أعلم من الخضر. لماذا الله أرسل له الخضر؟ لأنه أرسل له الخضر ليؤدبه، لأنه كان يقول لا أحد في الدنيا أعلم مني. إذن هذا كان يقول أن موسى كان أعلم من الخضر، الله أدب الخضر ليؤدبه. إذن موسى أعلم من الخضر. أما علم الخضر كان علمه إلهية كما قلت، إذا لك نصف التمويل. عنده ثلاثة. عدفوا. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ما المراد بموبقا وزعمتم؟ ما المراد بموبقا الثاني وزعمتم؟ موبقا بمعنى وجعلنا بينهم موبقا، بين العابدون والمعبودين. ما المراد بالموبق؟ الموبق وزعم، وكلمة زعمت شعمتم هو ننكم. ما معنى الكلمتين؟ الكلمة الأولى موبقة والثانية زعمتم. زعمتم أي ظننوكم واتبعوكم. أها، وموبقة جعلنا بينهم موبقة هي النار. النار. اوكي. كيف منها؟ تبص انا كنا لا هو شيء. تبص شيء قال. او وكسان كاروند. شيء قال شو؟ هل ياتيك وكسان؟ كاتب لي بس تكوني يعني اسوس. هو وقت يا سوق وانا. وقت هنا يسي. معنى موبقة يعني مهلكة، ومعنى وزعمتم يعني ما ظنكم أن هذا واقع بكم. ها؟
لكم زعمتم ظنكم له زعمتم ظنكم بمعنى زعمكم او كما ظنكم بس زعمتم زعمتم هذا فعل ما هو بقى تشوف زعمتم زعمتم بمعنى ظننتم ظننتم وادعيتم وادعوتم بارك الله فيكم وبي ابو توت ادعي وادعيتم من الدعاء نعم جانقول ونداكو يقول سبحانه ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم وما كنت متخذ المضلين عضدا اشرح لي قال الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم يعني ما أشهدتهم يعني ما أحضرت الشيطان وجنوده وأولاده لأن أستعين بهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا في خلق الشيطان وجنوده ما طلبت العون من أي مخلوقات وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت مجاعل متخذ المضلين من الشيطان وأولاده عضدا أعوانا لي شرحت فأوجزت فأصبت نعم ليت مسم لا انا اسال ما اسم العالم الذي لقيه موسى مع فتاه وما اسم الفتى وما الذي اصابهما اثناء رحلتيهما الى هذا العالم ما اسم العالم الذي لقيه موسى مع فتاه وما اسم الفتى وما الذي حصل بهما أثناء رحلتهما إلى هذا العالم كان اسم الفتى يوشع بن نون اسم العالم والذي حدث في
التفسير اسم العالم، هذا هو العالم، اسم العالم الذي لقيه موسى مع فتاه حضن، أيوة. الذي حدث في رحلتهما إلى هذا العالم أن الحوت اتخذ سبيله في البحر، هذا الذي حدث، بمعنى ضاع، ضاع عنهما حوته، ضاع عنهما حوتهما فاتخذ لهما سبيلا. بارك الله فيكم. نعم، تقول تجمع دي ما اسم الخضر يعني أسماءه، ما الخضر لقبه، فما اسمه؟ لا أدري. نعم لا أدري. أبيكم من يدري؟ ولكن كان حضري عليه السلام، هذا هو الذي أعلم. كان ماذا؟ كان حضري عليه السلام. لا 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 لا. أنه لا يعرف. لا 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 يعرف. لا لا قد أصابه. أنا من هنا. أيوة. إيه سيمبا يو سيمبا يو. أوريستدي. إلو مبا. Aba wala ba tafsir ga umetike kana mwe mjambere kumpi kumpi wano tudwaga ba itakumala banga. Naam, mimi na msalimu ndio ndio tayari nimefika sana ndio tangu akosho. Abawala batafsir musembere kumpi wano mubanonye abatafsiri abawala bona babira wabwe rwao banoruka mu basi atende ngabali bajja fahim tumikhwa barakallahu fikum. Naam, as'al as-sadis, ma hiya hey number 10 ya ma hiya sochi. ما هي حال الكفار تجاه أنبياء الله سبحانه وتعالى مع ذكر الآية، مع ذكر الآية؟ فهمت؟ ما هي حال الكفار تجاه أنبياء الله سبحانه وتعالى مع ذكر الآية؟ تدل على هذه الحال التي ستذكرها. حال الكفار المجادلة والمخاصمة للحق، والآية قال تعالى وكان الناس أكثر شيء جدلا، وكان الناس أكثر شيء جدلا، وكان الناس أكثر شيء جدلا. أيوة أيوة آية نزوا قليل جد 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 ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يكفي 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 يا شيخ بارك الله فيك. حال الكفار المجادلة والدليل شيء جدلا يا شيخ. حال الكفار خاصة أي أمام الآية
أليس الكفار من الإنسان؟ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا لا يا شيخ, وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المؤمن يجادل؟ لا والله يا شيخ, ما في شيء آخر. انتهينا بهذا يا حبيبي, ما بكم. أنا يا شيخ, المؤمن يجادل؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا. أها. يا شيخ, ما في مجادل محمود يا حبيبي, هذه تكون مناقشة. ما الدليل الذي تجادلتنا؟ السؤال يسأل حال الحال, وما هذا الحال؟ حسب الآيات. وما في المسلمين إلا مبشرين ومنذرين. أها. واجب؟ ويو؟ بالباطل. ويجادل من؟ يا شيخ. ويجادل من؟ وقال المجادل. ويجادل الذين بالباطل. يا شيخ دعونا يا إخوان, فلقد لم يسهم سجا سجا مليكي يي يي سجا مليكي يا أخي لم يبروكي. ويجادلهم يعني يلا 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 من الجي فقروا بنان غابا ورا ابا تفسير تقربنا ما المراد بي لا ابرح وحقبا. ما المراد بي لا ابرح وحقبا؟ المراد بلا أب لا أبرح يعني لا أزال أسافر, يعني لا أزال أسافر ولو كان مدة طويلة. ما شاء الله. حقبة. ما المراد بلا حقبة؟ لا أو أمضي حقبة أو أمضي أو أمضي أو أسافر مدة طويلة حقبة. لا 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 لا, لا, لا في فرق بين حقبة وحقبة. حقبة ما معنى حقبة؟ كلمة واحدة. حقبة ما معنى حقبة؟ طول الزمان. طول الزمان. شكرا. لا طول الزمان. طول الزمان. لا تقريبا. أي الزمان؟ لا لا قل لا. طول الزمان يا شيخ. أنا هنا وقت طويل. لا لا لا, هذا كان خطأ, هذا هو الصواب. مسافة طويلة هذا خطأ, وهذا هو مسافة. إيمان فيك. قطبة معنى زمان, قطبة من الزمان, طول من الزمان. أما قطبة مكان, إنه قطبة حق الضمة قطبة مسافة طويلة. أما قطبة بكسر الحاء يكون زمان. الرواية إيه يا أخي كثير بارك الله. أوكي, قدرت متحسب الرواية قدرت. وما نعيسي ولا قدرتي. اختلفوا وأصابوا. اختلفوا فيها كان كلامه. نفس الشيء يا شيخ. في ما انا افصل لكم. في حقبة وحقبة. حقبة بكسر الحاء مسافة. لا, حقبة بمعنى زمن. حقبة من الزمان بمعنى مدة طويلة من الزمن.
وحقبة مسافة طويلة، ولكن ذكر في تفسير آخر فقال عقبة إمانة طول من الزمن. ولذلك نعطي يا شيخ. لا الزمن و ماذا تريد؟ كل هذا الزمن يا شيخ زمن يا شيخ طويل. زمن طويل. زمن ماذا؟ طويل يا شيخ، زمن طويل. وكذلك اللحظة وثوان زمن طويل، وساعة زمن طويل على حسب الأمر. أيوة والحال يا شيخ بارك الله فيكم. فبسيكم متبقى أبوالا بالتفسير مينجيلي أبوالا بالتفسير مينجيلي أبوالا بالتفسير مينجيلي أبوالا بالتفسير مينجيلي صعب بنونيا. نعم السؤال، هل كان خضر نبيا أو كان عبدا صالحا؟ على القول الصحيح نريد القول الصحيح في هذه المسألة. كان خضر نبيا. كان نبيا. كان ماذا؟ كان نبيا. لا ليس نبيا. كان لا أي مكتبة ولا شيء. كان خضر عبدا صالحا. عبدا صالحا ام نبيا؟ عبد يا شيخ بس اسكت. كان نبيا ام رجلا صالحا الذي تقوم عليه؟ اها حسين بايو الذي يقوم عليه. اها كان خضر. ايوه عبدا صالحا ونبيا. ونبيا لأنه يقال عليه السلام نذير من لا من المستحيل أن يكون نبيا ورجلا صالحا. ورجلا صالح من المستحيل كان إما نبيا أو عبدا صالح. وما والصحيح أنه كان عبدا عبدا صالح لم يكن نبيا. نعم تجوز سيجاني سيجاني بارك الله فيكم إخوة. بارك الله فيكم. إيه حسين باي. أنا قابا ولا بتفسير مينجيلي. أول ما تفسير بيجي له ونقول يجي له. نعم أشي.
السؤال الأخير إلى المتسابق الأخير، ما جزاء من أعرض عن آيات الله حسب ما درست من السورة مع ذكر هذه الآية؟ من أعرض عن ذكر الله له عقاب في الآخرة، له عقاب في الآخرة في الدنيا والآخرة حسب ما درست من السورة. سد الكهف، الكهف. من أعرض عن ذكر الله يجعل الله على قلبه أكنة، يجعل الله على قلبه أكنة وفي أذنيه وقرا. أيوة. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها فأعرض عنها إنا جعلنا على قلوبهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. الختام كان مسك. Uliriza Abubakar Faruk Chivumbi afunye 12. Uthman Kakembo kwa mu Uthman afunye 15. Bugembe akuva mu Umar House afunye 15. Talaha Hunais akuva mu Ali afunye 15. Na ye omu aveko tubusa na osere chibuzo chimu tujje ko omu asinze. Ekibuzo kitya wano wenyini bismillah. Why is it? Hey, sir, you are a good person. سؤال أشيروندا أسوكو كوانيكم كونو بتوا أكون أجلس أيندا شبوزو شأننا هاوكات تفوتفهم تفسير. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات عين الفاعل والمفعول من الآية. سكنون هنا إبراهيم هو المفعول والفاعل هو الله الذي ابتلاه واختبره. الله خطأ مفدك أمدك وأنت الله خطأ أها مرلا أجل شنونا؟ أيوه.
المفعول به أيوة إبراهيم أيوة والفاعل أه. الكلمة خطأ خطأ أمنا لا إيش قاعد بزيش لا إبراهيم مفعول به وربه فاعل توكا بي الله تكاتي الله مالي الله مالي تشيكاني نعم تشيكاني بونا بونا نعم موسى لما سافر إلى الخضر وجده ملفوفا بالفروة ما المقصود بالفروة؟ الفروة بمعنى العشب الحشب نعم ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا ما الذي يفيد قد هنا ولقد صرفنا ما فائدة قد في الآية أيوة توكيد الفعل التوكيد ولقد صرفنا التوكيد بس كنت قفاك banange tuf wina asinze munsitano eno agenze abayira bugembe twagala wakumeka kudwa kubine no wakusatu kati kibuzo kijja asoko kiro danga kitufu ah kijja bana buza chino Mama, نعم يقول الله تعالى بني مسلكي مسلكي كو مسلكي كو مسلا مسلكا سلكا 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 بارك الله فيكم نعم عرفنا رأينا أن يا شباب فيه شخصا الذي قال أن موسى المعروف ليس هو موسى صاحب خضر هل هذا صحيح؟ نعم كيف رد ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبر أن فيه شخصا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل كيف رد موسى كيف رد ابن عباس على ذلك؟ ما معنى قوله تعالى مما علمت رشدا مما علمت رشدا
أن تعلمني مما علمت رشدا. معنى مما علمت رشدا يعني من العلم الذي علمك الله ولم أحط عنه ولم تحط عنه. You know, Hey, abora, ekibuuzo tukuwa eddakiika emu okukiddamu kasana nti ng'eweddeko nga ekikulemye teri kulowooza nnyo nga ebaleta Nimba. I'm going to go to the hospital.
We misplaced our questions. Mujina mwetegeka ibuzo nga we bijja katuna yo Qur'an Karim baje watuone watu hey baje watu wangu Jauhara Yusuf aliwa Jauhara Yusuf aliwa eh keba sibambi njangube bijusi eh I'm not sure. Moi. Jamil. Jam. Tu es bon, brother. Tu es pas galo, sauvé. Asira musirikeko sirika tula wanso sirike tula wanso kolechi sirike Thank you.
Okay, jangu urundi namba. Je urundi namba gwe. Tuna bironda yo. Omwara wa Bakari taliwo. Omwara wa Bakari taliwo. Baje ko siagwa bazala. Wakuliko mwanyuko. Thank you.